تنقلان ما يجري الآن في جنين، في مدينة جنين، من عمليات تخريب وكذلك إطلاق نار. نشاهدون هجوم جراف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مباشر لفريق التلفزيون العربي الذي ينقل الصورة مباشرة من جنين، يستهدف الأعلاميين والصحفيين بصفة عامة، وكذلك شاهدنا آلية الاحتلال وهي تتوجه إلى مراسل ومصور التلفزيون العربي لدى نقلهما الصورة من مدينة جنين، حيث تقوم جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات، قطع شبكة المياه وكذلك اقتلاع خطوط الكهرباء وشبكة الكهرباء في مدينة جنين.